اهدى يا استاذ ابراهيم. لا مش ههدى قبل ما اعرف ابويا اختفى العمر ده كله فين. والست ده قتلته ليه؟ ما قتلتوش والله العظيم ما قتلته. انا دخلت لقيت السكينه غير ظبطنه. طب اهدي يا ست قوت، انا مصدقك انت ما قتلتيهوش وما لمستيش السكينه اللي في بطنه. بس من حق اعرف ايه سبب تواجدك وفي التوقيت ده بالذات في المقابر. طب انت مثلا يعني رحت تزوري مدفن جوزك؟ لا يا باشا لا. امال ايه سبب تواجدك في المكان ده؟ حسان كلمني في التليفون وقال لي انا عايزه اقابلك. طب ايه الغرض من مقابلتك في المكان زي ده؟ ما الرد معروف سعادتك. تاني يا خالد، ها انا كده هضطر امنعك من حضور التحقيق. انا اسف سعادتك، بس سعادتك لحد دلوقتي ما تعرضتش للجزئيه الاهم في الواقعه. جزئيه ايه بقى؟ ان حسان ميت اصلا. حسان المفروض انه ميت محروق في واقعه سرقه المخازن دي. فلو النيابه حلت اللغز ده اكيد سعادتك هتعرف انه متورط في سرقه المخازن وانه خدعنا الفتره اللي فاتت دي كلها بموته. هنحقق فيها يا خالد. يا متر خالد، دي واقعه منفصله دلوقتي عن جريمه قتل حسان. لا سعادتك مش منفصله ولا حاجه. انا ابويا اتقتل في الواقعه دي. ابوك ايه؟ اتقتل في الواقعه دي؟ ولحد دلوقتي حقه ما رجعش، ومش عارفين مين اللي قتل. واكيد حسان كان عارف مين اللي قتله عشان كده هرب واختفى الفتره اللي فاتت. فمش لما يظهر بقى ويطلب انه يقابلها. سعادتك عايز تعمل ايه؟ والله تفسير منطقي جدا ومقبول، بس انا لو قابلته هضطر افسره بشكل تاني. هقول ان حسان هو اللي قتل والدك، وان الحاجه نزلت قابلته وانتقمت منه وقتلته. مش الست دي يا يوسف بيه. الست دي لا يمكن تاذي اي بني ادم، بالعكس دي ترمي نفسها في النار اصلا عشان اي بني ادم. الست اللي قدام سعادتك دي انقذت بنت حسان نفسه من الموت. جابر طاحون عايش لحد دلوقتي في الدنيا بسببها، احنا كلنا عايشين لحد دلوقتي بسببها. وللاسف سعادتك زي ما انت شايف مظلومه اهي، وحتى مش عارفين نساعدها ولا نقف جنبها. مش عايزك تساعدني يا ابني، انا ربنا جبر بخاطري واستجاب دعايا. استجاب ليه دعاكي؟ اللي هو ايه بقى؟ دعاي وحقق لي دعايا وهو شايفاه قدام عيني. ابني ابني يا باشا، من اول ما دخل الجامعه وانا بحلم وبدعي يقف في المحكمه ويدافع عن الغلابه والمساكين. واقف ما شاء الله بيدافع عني زي الاسد. مش وقته الكلام ده يا ست قوت. لا وقته والله لا وقته. انا مش عايزه حاجه خلاص. اسجنوني اعدموني، والله انا عملت كل ده عشان ولادي يرجعوا لي. وهم رجعوا كلهم واتلموا وبيدافعوا عني. طب اقعدي. ما بقتش عايزه حاجه خلاص. ما بقتش عايزه حاجه من الدنيا دي كلها. والله مش عايزه حاجه.